مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. إليكم العناوين: تأكيد على التزام تونس بترسيخ انتمائها الإفريقي وإرساء شراكات استراتيجية بين إفريقيا وروسيا خلال أشغال القمة الروسية الإفريقية. تواصل المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة، والاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى الإسراع في ذلك والشروع في تنفيذ البرامج. أكثر من 800 أخصائي في أمراض القلب والشرايين من مختلف دول العالم يعرضون أحدث التقنيات العلاجية في هذا الاختصاص. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال مشاركته في أشغال القمة الروسية الإفريقية في نسختها الأولى بمدينة سوتشي، أكد على التزام تونس بالعمل على ترسيخ انتمائها الإفريقي ودفع أطر التعاون وإرساء شراكات استراتيجية بين إفريقيا وروسيا. أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في الكلمة التي ألقاها في أشغال المنتدى الاقتصادي الإفريقي الروسي في مدينة سوتشي الروسية على أن مشاركة تونس في فعاليات المنتدى تأتي لتكريس إيمانها بأهمية توثيق التشاور السياسي وتطوير أطر التعاون وإرساء شراكات استراتيجية بين أفريقيا ومختلف التجمعات والقوى الاقتصادية الكبرى في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. فنحن مدعوون إلى اغتنام فرصة انعقاد هذا اللقاء لإطلاق شراكة حقيقية تفضي إلى خلق فضاء للحوار يساهم في تكريس ودعم أسس السلام والتعاون بين مجتمعات وثقافات كلا الطرفين، وأننا على يقين أن هذه الطموحات لن تتحقق إلا في مناخ دولي ملائم، مما يستوجب منا جميعا أن نضاعف الجهود لإقامة نظام دولي متوازن ومستقر وعادل. رئيس الحكومة الذي جمعه لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش انعقاد أشغال المنتدى الاقتصادي الإفريقي الروسي، أكد على أن العلاقات التونسية الروسية شهدت في السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في مختلف المجالات، والحرص على تعزيز هذه العلاقات وتنويعها بهدف الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الفاعلة بين البلدين. هناك فرص كبيرة خاصة لتونس أنها تلعب دور مهم في هذا المجال. التبادل التونسي الروسي ما زال الحقيقة ضعيف، خاصة الصادرات التونسية لروسيا ما زالت منحصرة في بعض المواد مثل زيت الزيتون والقوارص، ولكن هناك آفاق كبيرة نحب نفتح أسواق كبيرة للمنتجات التونسية في روسيا، كذلك عبر شراكات ثلاثية بين تونس وروسيا ودول إفريقية أخرى يمكن أن يكون هناك تبادل تقني، تبادل خبرات. ويذكر أن أشغال قمة سوتشي أو الميلاد الروسي الجديد في أفريقيا حسب وصف عدد من خبراء الاقتصاد، تعهد أثناءه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في افتتاح أشغال القمة بمضاعفة التبادل التجاري مع الدول الإفريقية خلال الخمس سنوات القادمة. أكد أن بلاده ستقدم مقترحات وأفكار لتطوير الاقتصاد الإفريقي الذي تجاوز 20 مليار دولار خلال العام الفائت. أكدت حركة النهضة في بيان اليوم أنها ستتشاور مع مختلف الأطراف المعنية وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية لتوفير أفضل المناخات المساعدة على تشكيل الحكومة في أقرب الأجال ومباشرة التحديات التي تنتظرها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. أضافت في البيان الصادر عقب انعقاد مكتبها التنفيذي أمس الأربعاء أنها واصلت للأسبوع الثاني على التوالي اتصالاتها مع عدد من الشخصيات الوطنية وممثلي الأحزاب وفاعلين سياسيين لبلورة التصور الأولي لبرنامج الحكومة المقبلة بما يحقق الرفاه والأمن والاستقرار وفق نص البيان. من المنتظر أن يتم منتصف نوفمبر القادم الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الذي سيتولى تشكيل الحكومة الجديدة وفق ما ذكرت حركة النهضة، في حين دعت أحزاب سياسية أخرى إلى التسريع بتشكيل الحكومة لإخراج البلاد من أزمتها. بمجرد الانتهاء من مراسم تنصيب الرئيس الجديد تتجه الأنظار الآن إلى المشاورات بخصوص الحكومة القادمة. من هو رئيس الحكومة؟ من هم الوزراء؟ ما هي طبيعة التحالفات ومن سيقودها؟ الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية وخاصة حركة النهضة أكدت أن في منتصف نوفمبر القادم ستقدم لرئيس الجمهورية اسم رئيس الحكومة. عند ذلك تلك الشخصية بقيادتها تصبح المفاوضات بين مختلف الأطراف مفاوضات جدية ورسمية ومربوطة بتوقيت. اتصالاتنا الأولية كانت جيدة مع عدد من الأطراف، سنواصل الاتصال بمن لم نتصل بهم بعد، وسنطرح على الأحزاب برنامج واضح
ونتناقش معهم في البرنامج وفي هيكلة الحكومة قبل المرور إلى الحديث على الأشخاص. أحزاب أخرى فازت بعدد من المقاعد في البرلمان، دعت إلى تسريع بتشكيل هذه الحكومة بعد الإعلان النهائي للنتائج. حكومة قوية وحاملة لمشروع هدفه إنقاذ البلاد وتجاوز الأزمات التي تعاني منها تونس منذ سنوات، وبالإمكان اللجوء إلى رئيس الجمهورية. عنده الرمزية وعنده الشرعية، ينجم يدخل من الآن ما جميع الأطراف اليوم الفائزة في الانتخابات من أجل التسريع في الحكومة وتقريب وجهات النظر. هذا دور ينجم يلعبه، وعنده دور دستوري. تعرفوا أنه في حالة أنه ما يتوصلوش تكوين حكومة في ظرف شهرين، هو باش يختار الشخصية الأخضر، بالتالي عنده دور كبير اليوم في تشكيل الحكومة وفي اختيار من يترأس هذه الحكومة. علينا أن نبحث على حل سياسي لإنقاذ تونس وتشكيل حكومة وطنية تترأسها شخصية وطنية وتكون من الكفاءات السياسية أو الكفاءات التكنوقراطية، ويتوفر لها معناها دعم برلماني واسع حتى نمر القانون المالية وحتى نمر الميزانية لكي لا تتوقف الدولة من الحكم إلى المعارضة. هكذا سيكون الحال مع حركة تحية تونس في المرحلة النيابية القادمة. المكان متاعنا ماناش في المراتب الأولى، صحيح مرتبة محترمة ولكن ماناش في المراتب الأولى، وإحنا نراو اللي الأحزاب الفائزة من مسؤوليتها باش تكون الحكومة. تحية تونس ماهيش من الأحزاب الفائزة، ومكانتنا الطبيعية هي المعارضة، معارضة بناءة، معارضة مسؤولة، صوت الحكمة في المجلس، عن مقترحات جدية ملموسة. ومن خلال التصريحات الإعلامية لعدد من مسؤولي الأحزاب السياسية، يبدو أن الإشكال الأول سيتمحور حول الشخصية التي ستحظى برئاسة الحكومة ومدى استعداد مختلف الحساسية السياسية للتعامل معها. وقد دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، دعا إلى الإسراع في تكوين الحكومة والشروع في تنفيذ البرامج، لافتا إلى أن العمل الحكومي الحالي يشهد حالة شلل تام منذ مدة. وأضاف الطبوبي اليوم خلال إشرافه على اجتماع المكتب التنفيذي الموسع المخصص لتدارس الوضع العام في البلاد أن الاتحاد غير معني بأي منصب في الحكومة المقبلة التي تم الانطلاق في التشاور بشأن تشكيلها. وفي تعليقه على الحملة الرامية إلى ما وصفه بتشويه الاتحاد، لوح نور الدين الطبوبي بالتوجه إلى القضاء. نأمل أن جميع الفرقاء وجميع الائتلافات تتفاهم مع بعضها باش تسرع بتشكيل هذه الحكومة. احنا ماناش معنيين بأي مشاورات فيها، إذا تم التشاور معنا سنبدي رأينا كما كنا نفعل ذلك في فترات سابقة وفي حكومات سابقة. التشويهات هذه ما تزيدنا إلا وحدة داخلية أولاً، وهذا بان جدا بالهبة الكبيرة للنقابيين والنقابيات في كل مكان للدفاع على منظمتهم. ثم قضاء يجب أن يأخذ مجراه، ثم ثلب وثم اعتداءات على يعني حرمة الناس، ثم اعتداء على تاريخ المنظمة. أصدرت المحكمة الإدارية ومنذ يومين إحصائيات الأحكام الصادرة في الطور القضائي الأول لنزاعات نتائج الانتخابات التشريعية. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عزمها المضي للطور القضائي الثاني فيما يخص 3 أحكام صادرة عن المحكمة الإدارية تتصل بقبول الطعون وتعديل نتائج الانتخابات فيما يتعلق بترتيب المقاعد الفائزة في بن عروس بإسناد مقعد لحزب الرحمة بدل حركة الشعب، والقصرين بإسناد مقعد لحركة الشعب بدل حركة نداء تونس، وأيضا بإلغاء كامل النتائج الأولية المصرح بها في دائرة ألمانيا وإعادة الانتخابات بها. وهذه مسألة أثار جدلا واسعا. وحكم ابتدائي قابل للاستئناف، احنا الى حد الان في انتظار الاعلام بنسخه الحكم، لانه المنطوق يجب ان يقرا ايضا في ضوء الحيثيات الاساسيه اللي ادت لي. الحيثيات هي اللي باش تمكننا باش نعرفوا موقف المحكمه على شنو تبنى، وباش تمكننا انه نحروا مستنداتنا في الاستئناف، لانه نشوفوا انه مبدئيا يلزمنا نستأنفوا الحكم هذايا ونمشيوا به امام الجلسه العامه القضائيه في طلب للرجوع فيه وقرار الانتخابات في دائره المانيا. عضو الهيئة الانتخابية حسن بن سليمان قالت أنه لم يتم الإشارة في محاضر الفرز والتجميع أو في تقارير ممثلي القائمة الانتخابية وملاحظي المجتمع المدني إلى إخلالات خلال
يتم الاقتراع في الدائرة الانتخابية بألمانيا بشكل قد يؤثر في النتائج ويمس من نزاهة العملية الانتخابية أو شفافيتها، وأضافت أنه لا مانع من إعادتها في حال أقرت ذلك المحكمة الإدارية، غير أن المسألة ليست بالهينة لوجوبية توفر جملة من الإجراءات اللوجستية والقانونية. المجال نتاع الانتخابات هي في الدائرة ويتم تقديرها حسب الدائرة، وهذا اللي كان موضوع الطعن وموضوع الحكم. الانتخابات تم القبول بالنتائج متاحة من كل المتدخلين، وانتم تشوفوا على الساحة السياسية هذا ما يسمى بالقبول العام. وحتى احنا في تعاملنا مع الملاحظين، راهو الملاحظين المعتمدين من الهيئة من مجتمع مدني يعرفوا يميزوا ما بين الإخلالات اللي تكون في بعض المواضع وفي بعض المراكز بصورة متقطعة، وما يمكن أن يمس من نزاهة العملية ككل، وما انتهيتش حتى جمعية وما انتهيتش حتى ملاحظ وحتى ممثل متاع قائمة أو حزب إلى التشكيك في العملية. وأنهت المحكمة الإدارية نظرها في 102 قضية متعهد بها في سياق الطور القضائي الأول لنزاعات نتائج الانتخابات التشريعية، رفضت منها 40 شكلا و59 أصلا. نظمت الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين المؤتمر الوطني حول الوقاية من أمراض القلب والشرايين في دورته 39، مؤتمر حضره أكثر من 800 أخصائي في هذا المجال من مختلف دول العالم. هي محاكاة طبية تم عرضها خلال المؤتمر الوطني حول أمراض القلب والشرايين، وهي في شكل ورشة تعتمد تقنيات حديثة وتهدف إلى مزيد تكوين الأطباء في هذا المجال. هي نوع من مرحلة التكوين، معناها كما نقولوا احنا جامي لا بروميير فوا سور ان باسيون، معناها فعود يتعلموا معناها في الاستعجال ولا على المريض. فما المحاكاة الطبية هذه نستعملوا دي مانكان اوت فيداليتي اللي هما باش عليهم هما باش ندخلوا كأنه مريض بالحق، معناها كي يتقلق في نفس كي يزرق، وباش نوريهم هما كيفاش في الارجونس في الاستعجالي كيفاش يتصرفوا معاه. المؤتمر الوطني حول أمراض القلب والشرايين في نسخته 39 حضره أكثر من 800 أخصائي في أمراض القلب والشرايين من مختلف دول العالم، موضوعه الوقاية من هذه الأمراض التي تعد من الأسباب الرئيسية للوفيات في تونس. لاحظنا اللي العوامل المتسببة في أمراض القلب والشرايين ولات متفشية برشا في تونس، منهم نذكر ارتفاع ضغط الدم، وتوا دراسات أثبت تونسي على 2 يشكو من ارتفاع ضغط الدم عمره فوق 30 سنة، وهذوما أرقام مفزعة. عندنا السكري ولا متفشي بطريقة كبيرة برشا، ازدياد نسبة السمنة زادة، يعني من العوامل اللي تخلينا فريمون عرضة باش الأمر التصلب بالشرايين، بالتالي باش نصاب بالجلطات القلبية والذبحات الصدرية. نعمل وقاية نجم نتجنب 90% من جلطة القلبية. وقت اللي تشوفي معناها الجلطة عند شكون تجي عند الصغار، اللي كل واحد يعمل جلطة، مرأة ولا راجل يعمل جلطة وعمره 40 سنة ولا أقل، 90% يتكيفوا، ولذا التدخين هو أكبر سم للقلب. كما تم خلال المؤتمر طرح كيفية الوقاية من أمراض القلب والشرايين والعلاج والتشخيص، إلى جانب عرض أحدث التقنيات العلاجية فيما يخص تصلب الشرايين، ولا فيما يخص عندنا نوع من المرضى اللي عندهم مشكله في الصمامات، نقوموا لهم بنوع من العمليات على الصمامات، لكن بعد ما تنجحش تقعد عندهم نوع من يعني احنا نسميوها فويت بارابروتيتيك، يعني الصمام يقومش بمهامه على احسن وجه. احنا عندنا تقنيه جديده بالقسطره نقوموا بعلاجها من غير ما نطلقوا الجراحه كما قبل. فما زاد زراعه الصمام الأبهري بالقسطرة العلاجية ما غير جراحة. المؤتمر يتواصل إلى غاية 26 من هذا الشهر، وهو يجمع مؤتمرات طبية أخرى منها الأيام 7 للمؤتمر الفرنكوفوني لتصوير أمراض القلب والشرايين، ولأول مرة الأيام الأولى الفرنكو تونسية لارتفاع ضغط الدم. أطلق منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية برنامج الرصد الإلكتروني والصمود الرقمي في مواجهة التطرف العنيف وخطاب الكراهية عبر الإنترنت، وذلك بمشاركة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وبتمويل من الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود في مناهضة التطرف العنيف. برنامج يتواصل تنفيذه على مدى 22 شهراً.
لأننا بدنا لا نستطيع الاستغناء عن الإنترنت، وباتت لدى البعض وسيلة لترويج خطاب الكراهية والتطرف العنيف. ارتأى منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية وشركائه إعداد مشروع برنامج لمجابهة هذه المخاطر، برنامج يرتكز على 3 أركان، من بينها إجراء دراسات وبحوث لفهم الظاهرة قصد التعامل معها بطرق أكثر نجاعة، وفق ما أفادت منسقة المشروع. المكون الثاني للمشروع هو تطوير أدوات رقمية لمجابهة خطاب الكراهية والتطرف العنيف عبر الإنترنت، ولهذا الغرض يعني قمنا بانتداب مهندسين، فريق من المهندسين الشبان اللي باش يعملوا هما على تطوير برمجيات. أما المكون الثالث والأخير فيعتمد أساسا على تكوين الأخصائيين النفسيين التابعين لوزارة التربية وزارة الشؤون الاجتماعية، تكوين الشباب. إنجاز هذا البرنامج يأتي في إطار معاضدة مجهود وزارة التربية في وضع آليات للوقاية من خطاب التطرف العنيف في المؤسسات التربوية. الوقاية تفترض أن ننقي المؤسسة التربوية من كل الأشكال العنف، سواء المادية أو اللفظية أو الرمزية، لأنه إذا كان صار تواقي بصفة مبكرة، فإنه حتى إذا كان الطفل من بعد يلقى عملية استقطاب ستكون لديه مناعة لمواجهتها. الأبحاث الميدانية ستتولد عنها برامج وخطط للوقاية وفق رئيسة شبكة كفاء ضد التطرف العنيف، التي اعتبرت أن عدم فاعلية التصدي لخطاب التطرف والكراهية يعود إلى غياب التنسيق بين مختلف المتدخلين. المتدخلين سواء على المجتمع المدني سواء على المستوى الهيكل الرسمية ليست لنا أدلة إجرائية لكيفية التوقي المبكر، لأن هناك علامات تظهر بسيطة لكن المختصين يتبين لهم أنها هذاك هي اللبنة الأولى للخطاب الكراهية، وبالتالي يقع الاستباق والعمل على يعني التنقيص منه والعمل على الحد منه، وبالتالي لنصل إلى مرور إلى الأفعال. توحيد الرؤى في مجابهة خطاب الكراهية والتطرف الذي يبث عبر الإنترنت، وتنمية مهارات الأولياء في كيفية مصاحبة أبنائهم خلال استخدامهم للفضاءات الرقمية من أبرز توصية المشاركين في ورشة العمل. قدم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريره للثلاثي الثالث من السنة الحالية، والذي سجل ارتفاعا في عدد حالات ومحاولات الانتحار وزيادة في عدد الاحتجاجات الجماعية، داعيا المؤسسات السياسية والاجتماعية للتعاطي جديا مع هذه المعطيات. حذر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تنامي ظاهرة الانتحار بعد تسجيله 58 حالة انتحار ومحاولة انتحار خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية، لافتا إلى تصدر الفئة العمرية بين 16 و 35 سنة لعدد الحالات ب 50%. من فكينا نقولوا كان لموا زوز شرائح هذوما اللي هي من 16 سنة حتى يكشي ال 35، تلقاها أكثر شريحة تمست بالانقطاع المدني المدرسي اللي هو 100,000 انقطاع في السنة، اللي هي أكثر شريحة معنية بالحرقة، واللي هي أكثر شريحة عمرية معنية بالإجرام. كما سجل التقرير الثلاثي للمنتدى ارتفاعا في عدد الاحتجاجات الجماعية باختلاف أهدافها ومسبباتها بنسبة 12.26% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، لتبلغ 2044 تحركا. الوسط الغربي ديما فيه أكثر الاحتجاجات الجماعية، اللي فيه سجلنا قرابة 37% من مجموع الاحتجاجات الجماعية. نشوفوا المطلبيات متاع المحتجين، ديما عنا القطاع الاقتصادي والاجتماعي مع بعضه هو أكثر مطلبيات في التحركات الاحتجاجية، يليها القطاع الإداري. وخص المنتدى الواقع البيئي بتقرير حول العدالة البيئية تطرق خلاله لتطور التحركات الاحتجاجية البيئية من حيث العدد والشكل بالنظر لتنامي الإشكالات البيئية حسب التقرير وتوسع نطاقها. أما برشا حركات البيئية في البلاد وخاصة الحك في الماء في الصيف، خاصة في الجهات الداخلية وين ما فماش ماء
مثلا قافسه ولا تتاوين، اما الزده في الجهات في الوليات وين فما كيروان ولا جندوبه. وكشف تقرير المنتدى لاشهر جويليا واوت وسبتمبر انه تم رصد نسق تصاعدي للعنف بشكل جماعي وفردي، تسجل معتمديات واحياء تونس العاصمه النسبه الاعلى منه ب 23% من مجموع حالات العنف المرصوده. بعد غياب دام 3 سنوات يعود مهرجان الكثبان الإلكترونية إلى المشهد السياحي الثقافي. في هذا الروبورتاج نتعرف على ملامح هذه التظاهرة التي ستقام فعاليتها فوق رمال عنق جمل بمدينة نفطة. على هذا البساط الذهبي وفي هذا الديكور الطبيعي الذي سيكون معطوفا على آخر من صنع أنامل هندسية تونسية، ستدور فعاليات دورة موسيقية سياحية عادت من بعيد، عنوانها مهرجان الكثبان الإلكترونية ومسرحها صحراء نفطة وواحاتها الغناء. فما 30 فنان منهم 12 تونسي و18 خارجي وعلى الدولي اللي هما باش يكونوا موجودين على زوز اركاح فرد وقت. دونك الحكايه باش تبدا نهار السبت 16 نوفمبر مع ماضي ساعه، توفى نهار الاحد مع 8 نتاع الليل. مساحة زمنية موسيقية دون انقطاع توازيها مساحات أخرى مخصصة للبيئة ولورشات فنية تهدف إلى ربط الصلة بين الفنانين التونسيين والأجانب والاحتفاء بموسيقى متعددة في أجناسها وأشكالها. فما دمود قوية من الخارج فالإيفينومون هذايا، وهذا نحبوا نعملوه السنة ونوليو نوريو زادة الصحراء نتاعنا، الريشيس نتاع الصحراء نتاعنا. دينيرمون فما مخرجين من أمريكا ومن أوروبا اللي جاوا عملوا روبيراج في الصحراء التونسية باش يعملوا أفلام كبار في الصحراء، فما زادة ديرالي باش يتعملوا، فما ديزيفينمون كبار باش يعملوا في الصحراء. بدعمنا المالي لمهرجان الكثبان الإلكترونية نحن ندعم تونس سياسيا، نريد تشجيع الشباب ومنهم من سيأتون بالألاف لحضور المهرجان على ممارسة الموسيقى الإلكترونية. هذا النمط الموسيقي الذي به لمسة فرنسية وأيضا تونسية. مهرجان الكثبان الإلكترونية ببعديه الثقافي والسياحية تبلغ قيمة تذكرة حضور فعالياته يومي 16 و17 من شهر نوفمبر القادم 160 دينارا، وسيتمتع الطلبة وفق المنظمين بتخفيضات 20%. في بادرة لمساعدة أصحاب المشاريع على تجاوز الصعوبات والعراقيل انطلقت منذ أشهر منصة وهي حاضنة للمشاريع الثقافية والإبداعية في المتابعة والإحاطة ب11 شركة ناشئة كدفعة أولى. المسيرة انطلقت من القصبة للتجول في أزقة المدينة العتيقة بتونس العاصمة، مسيرة تم خلالها استعراض العراقيل والصعوبات التي يواجهها أصحاب المشاريع، مسيرة توقفت عند باب بنارة حيث مقر حاضنة المشاريع الثقافية والإبداعية منصة، حاضنة أعلن عن انطلاق نشاطها. صورة الكل كيفاش العبد المشارك كيفاش يولي في بلاصة بعث مشروع المجتمع يراه، كيفاش العائلة كيفاش تراه، كيفاش في الإدارة كيفاش تتعامل معاه. نخلط المنصة لهنا نعملوا لينوغراسيون نتاعنا، وبعد ثالث إتاب نطلعوا لفوق نشوفوا المشاريع الموجودة في منصة. مهم جدا بالنسبة للاستثمار شبابي في ميدان الثقافة، وخاصة أنه هو يعني يرغب في الاستثمار أكثر فأكثر في الثقافة، ويعرف يعني من خلال هذا المسلك في مدينة تونس على المشاريع الثقافية اللي هي تحتاج إلى متابعة وتحتاج إلى تمويل خاصة. منصة تعتبر فرصة للباعثين الشبان والشركات الناشئة لمساعدتهم على تخطي الحواجز وإنجاح مشاريعهم. نعملوا لي نو بابيون و بوتون مانشيت باللوح. منصة في عاونتنا سور لي بوان اللي احنا ان طون كونتربرونور قارين جرافيك، دونك فما برشا حاجات ما نعرفوهمش فينونس واحد، دونك عاونتنا سور لي بوان فيبل نتاع كل ستارت اب
جات في لوجت شنو ما لي بوان فيبل نتاعنا وجابت لنا دي زيكسبير بدينا باش نخرجوا نتحلوا على العالم اكثر شويه وباش نمشيو ان شاء الله سالون في برلين معالم اون فيت في تونس با فورسيمون عالم اثريه ونصنعهم بالارجيل الفونكسيونمون نتاعهم ينجم يكون كيما تاع ديكوراسيون اون فيت في الدار فيت الحكايه الكل كانت فكره ومع منصة ولد دي برودوي ريال دونك توا عملت عندي دي بروتوتيب عندي على جامع جربة. الحاضنة منصة انطلقت منذ أشهر لتأطير ومتابعة 11 شركة ناشئة كدفعة أولى من خلال دعم الصناعات الثقافية والإبداعية في تونس. وفي جولة أخبارنا الدولية بعد 8 أيام من الاحتجاجات خرج الرئيس اللبناني ميشيل عون عن صمته متوجها بكلمة للشعب اللبناني جاء فيها بالخصوص أنه مع محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة للبنان بعيدا عن المحسوبية وفقا لتطبيق القانون. ودعا الرئيس إلى الضغط على السلطة التشريعية لإقرار قوانين حامية لحقوق اللبنانيين ومنها الاقتصادية. واعترف الرئيس اللبناني بضرورة إصلاح النظام الذي في تقديره لا يتغير في ساحات الاحتجاج وإنما ضمن أطر دستورية. بموجب الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه منذ يومين في منتجع سوتشي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بدأت الوحدات الكردية بالانسحاب اليوم من المناطق الحدودية في سوريا حسب وزارة الخارجية الروسية توازيا مع انتشار الشرطة العسكرية الروسية في مدينة عين العرب كوباني على الحدود الشمالية الشرقية لسوريا حيث بدأت اليوم تسيير دورياتها لأول مرة في المدينة. وفي هذا السياق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو سترسل أكثر من 270 عنصرا من الشرطة العسكرية و33 وحدة من العتاد العسكري إلى سوريا خلال أسبوع. في أخبار الرياضة أقيمت اليوم الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم إذ تغلب الترجي الرياضي على اتحاد بنجردان برباعية مقابل هدف واحد وعاد النجم بنقاط الفوز من ملعب اتحاد تطاوين بهدف دون رد فيما حقق النادي الإفريقي الانتصار على مضيفه نجم المتلوي بهدفين نظيفين. فاز المنتخب الوطني لكرة اليد على نظيره الأوكراني بنتيجة 25 هدفا مقابل 20 في مباراة ودية جمعتهما عشية اليوم بقاعة الحمامات وتندرج ضمن استعدادات العناصر الوطنية لخوض غمار كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها تونس مطلع العام المقبل. وسيلتقي المنتخبان في لقاء ودي ثان بعد غد السبت بداية من 6 مساء بقاعة الحمامات كذلك. ونختم بالثقافة ستشهد الدورة الخامسة لأيام قرطاج السينمائية داخل السجون التي ستقام من 26 من أكتوبر إلى 2 من نوفمبر عرضا لستة أفلام وشريطين قصيرين منها أفلام مشاركة في المسابقة الرسمية ومنها أفلام تعرض لأول مرة للمساجين قبل أن يشاهدها جمهور المهرجان في قاعات السينما. ستفتح أبواب 6 وحدات سجنية ومركز إصلاح للأطفال الجنيحين لعرض أفلام سينمائية مشاركة في مهرجان أيام قرطاج السينمائية. 6 أفلام وشريطان قصيران سيتم عرضها خلال هذه الدورة الخامسة لأيام قرطاج السينمائية داخل السجون. تفاصيل تم الكشف عنها في ندوة صحفية بمدينة الثقافة. السنة أخذينا زوز أفلام أجنبية معناتها زوز أفلام مصرية وفيلم لبناني وبقي كلهم أفلام تعرض لأول مرة ثم عروض عالمية معناتها أول عرض باش يقع إن شاء الله في السجون. إن شاء الله عندنا الافتتاح كيما الافتتاح متاع أيام قرطاج السينمائية خارج السجن كيما داخل السجن نفس الفيلم. هذه الدورة ستنطلق يوم 26 من أكتوبر وتتواصل إلى غاية 2 من نوفمبر القادم. سيشاهد المودعون بالسجون أفلاما لأول مرة تعرض دورة ساهم في تنظيمها بالشراكة مع الإدارة العامة للسجون والإصلاح المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
سنبدأ يوم الأحد المقبل بزيارة سجن المرناقية لعرض شريط سينمائي للنور بوزيد وهو عرائس الخوف. وككل سنة لا نعرض أفلاما فقط داخل سجون، بل يرافقنا مخرجون وممثلون للمناقشة ولخلق مساحة لتبادل الأفكار مع المساجين ولحثهم على التفكير، إلى جانب مساعدتهم على الاندماج مجددا في المجتمع. وخلال هذه الندوة أكدت الإدارة العامة للسجون والإصلاح استعداداتها لاحتضان فعاليات هذه الدورة من خلال تهيئة فضاءات العرض وتوسعة المساحة المخصصة لتقديم الأفلام. فمن المنتظر أن يتابع عروض الأشرطة السينمائية 2400 سجين. ختام النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تأكيد على التزام تونس بترسيخ انتمائها الإفريقي وإرساء شراكات استراتيجية بين إفريقيا وروسيا خلال أشغال القمة الروسية الإفريقية. تواصل المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة، والاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى الأسراع في ذلك والشروع في تنفيذ البرامج. أكثر من 800 أخصائي في أمراض القلب والشرايين من مختلف دول العالم يعرضون أحدث التقنيات العلاجية في هذا الاختصاص. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكراً على طيب المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.